السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بأكبر مصنع لإنتاج الإسمنت في الجزائر، والواحد من أكبر المركبات يعني لإنتاج هذه المادة من الإسمنت في إفريقيا، واللي تبلغ الطاقة الإنتاجية نتاعو إلى 5.5 مليون طن سنويا من الإسمنت الكلينكر في السنة. وهذا المركب لإنتاج الإسمنت اللي يتواجد في ولاية بسكرة بالقرب من يعني شمال مدينة بسكرة، يشغل ما لا يقل عن 1000 منصب شغل، ومنه 30% من الإطارات مهندسين وتقنيين، وكذلك يوفر ما لا يقل عن 1500 شغل غير مباشر. إذن هذا هو مصنع بسكرية للإسمنت الذي يقع في قلنا في ولاية بسكرة، واللي يعتبر، وهذا اللي استغربته أنا شخصيا، يعتبر أول استثمار خاص لا ينتمي إلى مجمع جيكا، اللي نعرفوه أن مجمع جيكا اللي يمتلك حوالي 12 مركب لإنتاج الإسمنت عبر التراب الوطني، وعنده يعني قيمة إنتاجية نتاع يعني مجمع الجيكا إلى 18 مليون طن سنويا من الإسمنت. وهذا المركب الموجود في بسكرة ينتج لوحده 5.5 مليون طن، ويعد أكبر يعني مركب لإنتاج الإسمنت في الجزائر. وكذلك هذا المركب يعني يحتوي على عدة يعني فروع نتاع في الهندسة، وكذلك في الفرع في الكونترول دو كاليتي والنجاعة، وفرع في الصيانة، وعنده كذلك مخازن مختلفة لكل ما يحتاجه المركب. يعني هذا المركب يعيش بطريقة باستقلالية تامة، حيث لديه كل المستلزمات باش يسير العملية الإنتاجية نتاعو، واللي يستمد كل هذه المادة الخام من المحاجر اللي تبعد عن يعني المصنع هذا بحوالي 4 كيلومترات فقط. يعني بدأت عملية الإنشاء إنجاز تاع المصنع هذا في 2007، وبدأت عملية الإنتاج دياله في 2018. إذن بدأت تخرج أولى الوحدات الإنتاجية من هذا المصنع الكبير، واللي يتربع على مساحة 120 هكتار. أترككم تتابعون هذا الفيديو عن يعني السيرورة، طريقة سيرورة المركب هذا الضخم، والسلام عليكم.